نرجع ونقول لكم صباحكم صباح الورد. اليوم احنا محظوظين بجمال مميز من نوعه، بعرق عراقي اصيل. معانا ملكة جمال المملكة المتحدة مس انترناشونال بيوتي سارة ارج. اهلا مرحبا سارة، سعداء بوجودك معانا. وانت من اب انجليزي وام عراقية. شكرا لك. بس اريد اقول صباحك صباح الخير شيماء، واحلى صباح للعراق. واريد اشكرك عشان استضافيناك بالبرنامج، لان كثير نحب برنامجك بلندن وعلى طول نتابعك. شكرا. واحب قبل ما ابدي اشكر كم اشخاص في حياتي، لان فعلا هم ساعدوني اوصل للمرحله اللي انا بيها. احب اولا اشكر امي وابويا، واحب اشكر دكتور الخشلوقي عشان اعطاني الفرصه اجي هنا، واحب اشكر الكنيسه في لندن، سيدنا توما وابونا افرام، واحب اشكرك مره ثانيه لان كلش نحب الشو مالتك وحلمي همينا. واحب اشكر القناه البغداديه وكل الناس اللي ساعدوني اجي هنا، وهمينا دكتور امال لان هي دعتني اجي مصر المره هاي على مود ايكو كوينز. فاي واحد ما شكرته اشكركم كلكم، لان بدونكم انا ما اكون بمكاني. احنا سعداء جدا انه انت جدا تعتزين بعراقيتك، واحنا اصرينا انه ندير الحوار كله باللهجه العراقيه، باللغه العربيه. وهي ساره اصلا روحيتها هي محافظه على الروحيه العراقيه. خليني ابدي وياك. اول ما اتسلطت الاضواء عليك كانت في مس بورتسموث. كان هذا في عام 2008، وبعدها ترشحتي للفينال لملكه الجمال. بالبدايه انت بديتي تمثيل مع موديل. فكره تكونين ضمن مصنفات الجمال، منو اللي شجعك عليها؟ الصراحة أنا مرة كنت دائما نشوف ملكات الجمال على التلفزيون، وأمنيتنا نكون واحدة منهم ونشوف الشو مالتهم، وكنا نجي من التلفزيون ونحضر الفنالي. فأني كنت 17 بالانترنت هيك فد شيء طلع انه ابلاي، يعني اسوي بالملكة الجمال مال مس انجلند. واني سويت ابلاي فاشوفهم، بعدين دازولي ريبلاي قالوا يعني مواصفاتك انه هو المواصفات اللي نريدها ككانديديت. طيب احنا خلينا نحكي شوي المواصفات. الطول والوزن. بس الناس لازم البنات ما ينصابون بالاحباط. لا لانه ممكن انتم توصلون هالمقاسات اللي عندها مواصفات، انه ممكن توصل لهالمقاسات النموذجيه. طولك ايش قد؟ 170. ووزني وزني 60. مثالي ما شاء الله عليه. مثالي جدا. بس اقول لكم فشي، يعني هناك بانجلترا ايش قد ما الجمال مهم، بس الجمال الداخل اهم. اوكي. واكو هوايه هناك بنات مو اجمل ناس، ومو يعني مو الفيزيك هو بس هوايه طموحهم انه كبير، وهوايه يسوون اشياء بالكوميونتي ويطون للسوسايتي مالتهم. يعني هناك الفرص بانجلند مثلا مو كل شيء مهما يكون. اوكي. اذا انت شاطره واذا عندك طموح توصلي لها، لا عادي، يعني مو لازم انت المثاليه، بس طبعا اذا انت تحافظين على رشاقتك، تحافظين على جمالك. طبعا جزء، لكن ده طبعا تحبين توصلين لكل المشاهدين انه الهدف الاساسي بالضبط. روح الانسان. انه انت قمتي بالكثير من المشاريع. وراح نتحدث ان شاء الله عنها من خلال الدقائق الجايه. ترشيحك بعد ما اخذتي بورتسموث، مس بورتسموث، ترشحتي لملكه الجمال في انجلترا. كنت ضمن المصنفات، حصلتي على تصويت جمهور عالي جدا. هذا خلاك تكملين المسيره، دخلتي الى موضوع الى علاقه ببرلمان الشباب، وقمتي بجولات تفقدية في أكثر من دولة عربية تعتبر ساخنة جدا. احكي لي عن هذا الدور، عمرك صغير يعني. قبل ما الصراحة هي يعني كنت بالبرلمان مال الشباب قبل ملكات الجمال. أنا طول عمري عندي
شلون ما تقول curiosity. I'm curious about things. مهتمة بتفاصيل. إيه يعني دائما أسأل نفسي ليش هيك يصير ودائما أحب أرد على السؤال. فهذا اليوث بارلمان فشي واحد من مدرسيني رشحني به قال لي لازم تروحين لأنهم مثل البرلمان مال الكبار بس مال الشباب والحكومة داعمته بطريقة فظيعة. فرحت وهمينا مثل البرلمان الإنجليزي كتبنا مانيفستو وكتبنا شنو نريد نحقق للشباب وكتبنا يعني الكي بوينتس وسوينا إلكشن سوينا انتخابات وانتخبوني واي ام بي يعني كسبت مو الام بي بس المساعد مالته المساعد إيه يعني اذا صوت عالي إيه يعني مكانه عاليه ممتازه إيه ورحنا اتذكر رحنا لكل مدارس وطينا سبيتش طينا محاضره ونقولهم ليش يختارونه وليش نسوي لان هاي فد شيء كلش حلو البرلمان مال الشباب لان يعلم الشباب انه اكو صوتكم وصوتكم مهم وهم بينا يخلينا نروح نحضر واحد ويا البرلمان مال الكبار فطول عمري يعني بديت انه اؤمن بفد شيء اؤمن بفد شيء اسمه حكومه واؤمن بفد سياسه لان دا تعطينا مجال انه صوتنا يتسمع. صار عندك ثقة بالعمل السياسي إيه؟ والدبلوماسي أكثر. طيب يا سارة أنت تنتمين إلى بلد يعني ماما محافظة على عراقيتش وزارعتها بطريقة وتحياتنا إلها وتدعمك كثير وبابا أيضا قلت لي لا تسألين أنا خاف أبشتي تحبك أمي تحياتي إلها جدا وبيبيتش قلت لي وبيبيتي طبعا بيبيتي كثير تحبك تحياتي إلهم أنت النصائح اللي كانت تقدمها ماما إلش دائما والدعم اللي كان يجيش من بابا طول الوقت كيف حافظتي على أنه أنت تشرفيهم وتقدمين هاي الرسالة الإيجابية بالإضافة إلى هذا أنت نصفش منتمي إلى بلد بمشاكل كثير صعبة اللي هو العراق فأجد أعرف مشاريعك وخططك المستقبلية باتجاه العراق أوكي أول شيء أنه يعني أمي وأبوي أحبهم كثير وناس بسطاء ويعني دائما يدعموني بكل شيء ودائما وياي ويشيلون جنطي ويودوني المكان فيعني انا كثير يعني اريد اشكرهم على انه ربوني ووصلوني واني انا نصي عراقيه اوكي واني فخوره انه عراقيه والعراق انه ثاني اغنى بلد بالدنيا اوكي مو بس بالبترول الله اعطانا السولفر الله اعطانا نهرين مو نهر صح. واحد وان الحضاره انه تقول بدت بالعراق صح اوكي احنا نقول مسبوطامي. فاحنا الكولتشر والارتس والسينما كلها شويه ضاعت منا والشباب همينا ما يشوفون فرصهم هوايه بالحياه احيانا اسال ربي اقول يعني ولما احكي بيني وبينه اقول الله ليش ما ساعدتني اوصل لما انا كنت هناك بعدين الجواب يجي لان انا ما كنت جاهزه فاني اتصور انه انا هسه جاهزه ويعني نفسي انه رجال الاعمال نفسي انه الحكومه العراقيه تساندني انه لان فعلا الشباب هي فد شيء مهم هي المستقبل صحيح اوكي الناس بدون مستقبل ما يعرف شنو يصير صح ينتهي دوره في الحياه اذا ما يكون له مستقبل اي انسان اي يعني مثلا هنا بمصر مهما الشيء يصير بس عندهم هوايه دعم للشباب صح. يعني نص من هسه الكاميرامان نص من الميك اب نص من الارتس نص من الممثلين ما يصلون 25 سنه يعني حتى بالعراق اذا هاي مو هوايتك هوايتك تصير دكتور هوايتك تصير انجينير نفسي انه احقق مو بس احققهم يدرسون نفسي انه احقق اني والحكومه العراقيه يعني دكتور الخشلوق ما يقدر يمسك العراق كله ويساعد كل الناس لو انت مهما تجيبين الناس وتطلعين حقائق السوسايتي اوكي همينا نعرف الحكومه لازم الكل تتعاون ايه كل الناس بالضبط اصحاب القرار بالضبط يدعمون مجهودنا في البلد حتى نقدر ننهض بالعراق يعني قلتيها بكلمه مختصره اوكي لازم كل الديفرنسز ما احنا مسلم ما احنا مسيح ما احنا يزيدي ما احنا لازم كل هاي فد شيء من داخلنا احنا وربنا
اوكي لازم ان نتعلم. احنا ذكرتيني بموضوع مهم جدا، اليوم هي يعني اسبوع لاعياد او شهر كامل نيسان اعياد الديانه الايزيديه، نقول لهم كل عام وانتم بالف خير، واللي عدى ان شاء الله عدى وما يرجع مره ثانيه، والكل هدفها انه تبقون عايشين وسطنا وبيناتنا وترجعون الى دياركم معززين مكرمين. وهي الان ذكرت ساره انه جزء من مخططها العام انه دعم الشباب، دعم الديانات، دعم المستقبل في البلد باتجاه السلام. طيب يا سارة، ننتقل إلى ملكة الجمال الأرض، كان لقب مهم جدا ونوع آخر من المهمات، إنه الاعتناء بالبيئة، وأصلا هو اللقب مو سهل وبمنافسة قوية جدا، قدرتي إنه تنتزعي بجدارة، ممكن نتكلم عن هاي المرحلة؟ مس أرث هو ملك، مثل ما ملكة جمال الأرض، نعم. إنه حبيت إنه أشارك به مو على مود إنه أكسب شيء، بس إنه أخلي الناس تعرف إنه أكو فد ملكة جمال إنه تعتني بالبيئة، أكو فد أنا الصراحة يعني أنا كل واحد عنده هوايته، أوكي أنا هوايتي الإنسانية، بس أحترم حلو البيئة. حلو هاي الهواية جداً. بس أنا أحترم البيئة طبعاً، فإنه حبيت إنه أسوي هايلايت على البيئة وأقول يعني أكو فد ناس تعتني بالحيوان، أكو فد ناس تعتني بالنظافة مال البلد تعتني، فهذول الناس المفروض ما ننساهم، فحبيت إنه أصير جزء من ملكة جمال الأرض على مود أذكر الناس إنه إحنا بعدنا عايشين بأرض، وهاي الأرض لازم ناكل منها ونعيش منها ونحافظ عليها على الأقل كأبسط يعني واجبنا تجاه هذا الكون اللي احنا عايشين به. وهمي أنا مرة ثانية أحب أذكر الناس، دكتور أمال هي ويا الأمم المتحدة سوت فشي كلش حلو اسمه إيكو كوينز. إيكو كوينز همي أنا ملكة جمال البيئة، بس فد سيستم جديد وإنترناشنال جديد، فدكتور أمال دعتني لمصر انه ادعم بلدها، انه ادعم سياحه ببلدها. هذا الشيء المفروض ايضا يصير بالعراق. نفسي انه يصير بالعراق، يعني انه انت باعتبارك ملكه حتى وان كنتي اللي انترناشونال يعني المملكه المتحده، لكن انت عندك ميول قويه تجاه بلدك، ممكن بالضبط. انه توجهين بالتعاون مع الجهات العراقيه. بالضبط، يعني مثلا دكتور امال جابتني اني ومس استراليا ومس فيجي ومس نذرلاندز ومس سلوفينيا، ويعني سوت حمله كبيره عشان بلدها. نعم أوكي. يعني هاي فد شيء كثير حلو، ونفسي انه مثلا الحملات هيش تصير بالعراق، مو لازم يعني تصيرين ملكة جمال حملة، بس اكو حملات كثير نقدر نصير ويا بعض. واريد اشكر اكو شباب اسمها حملة نوث، اريد اشكرهم يعني، لان مهما كان they keep carrying on and they keep doing يعني nice things and they're getting and collecting، يجيبون فلوس من الناس البزنس مان الرجال اللي يتبرعون يجمعون الاموال في سبيل الدعم. فاريد اشكرهم يعني اريد اشكرهم كثيرا بهذا الموضوع. اي طبعا. طيب نيجي على مس انترناشونال بيوتي اللي هو 2014 2015، لقب مو سهل. وانا في البدايه بحثت عن مس انجلاند، اوكي، فتشوشت يعني تطلع مسابقه ثانيه. مسابقة. قلت لهم انا متى اعرف ساره بالضبط؟ قالوا لي لا هي مس انترناشونال بيوتي، فخلينا نتعرف اكثر على، هي تعتبر واحده من اربع مسابقات بالعالم، يعني اهم المسابقات. لهذا السبب هي أخذت هذا اللقب، يعتبر هو لقب عالمي. نتكلم عن إحساسك بالفوز، أوكي. وكيف الأمور صارت بعد هذا اللقب وقبله. أنا مثل ما قلتي هو أكو مسابقات كثير وأكو ألقاب كثير، وطبعا أنه إحساسي أنه فزت من أحسن الألقاب فشي above and beyond، لأن اللقب هذا اعطاني قوة إنه أسوي شغلي بطريقة أخرى. يعني مثلاً
unfortunately اذا انا ما عندي لقب والناس اللي اشوفها والناس اللي احكيها، صحيح انا شابه عراقيه لو شابه بريطانيه وانا ممثله، بس اللقب هذا يعطيك فد قوه انسانيه اجين انه مثلا باور ودعم. اي دعم دعم اي دعم كبير. اوكي والفاينلز كانت بامريكا وتونست وشفت السيستر كوينز يعني اخواتي الملكات وكلش تونست لما شفتهم مره ثانيه مصر، فكان فشي كثير حلو لان تصيرين ويا الشعب. انا احب انا دائما ادعي لله انه دائما اصير هامبل، دائما اصير متواضعه، لان كل ما تصيرين متواضعه وكل ما تصيرين ويا شكرا كل ما تصيرين ويا بلدك ويا الناس اللي تحبك، كل ما يسالوني شلون مثلا انت ملكه جمال، ايش ليش شلون تديرين بالك على جمالك؟ الصراحه انه كل ما احس بانر بيس، كل ما احس بداخلي بسلام وسكينة. شلون انت هسه وجهك والله يعني منور. شكرا. صراحه لا لا، لان كل ما تحسين بداخلك انه تساعدين بلدك تساعدين فشي، لو عندك فد حوار تستمرين به كل ما تلاقين انه انت جميله اكثر يعني تكبرين شوية. إشراقة الداخل تبين على الروحية، تبين على شكل الإنسان طبعاً. وتحافظين على جمالك. طبعاً هاي نصيحة هي دا تقدمها إنه المحافظة على الجمال يكون من خلال إشراقة السلام والمحبة اللي موجودة بداخلنا، قدرتنا على مساعدة الآخر. طبعاً أنت على طول تفهمين أنا دا أوصل الترجمة للناس، لأنه أنا أصلاً جداً سعيدة بيك وسعيدة ببناتنا العراقيات اللي لما يكونون برا، خاصة الآن الأعداد زادت يا سارة بسبب الحرب والإرهاب، كثير من العراقيين هاجروا برا البلد. نتمنى أنه يحافظون طول الوقت على أنه يكونون نماذج إيجابية ويقدمون صورة إيجابية للبلد وهم برا. سارة عندك أخوة خوات؟ اي عندي. هم شنو رايهم بالموضوع اللي انت محققته؟ هم هم شيء حلوين؟ على طول يساعدوني، على طول هو اخويا وعلى طول يساعدني ويعني يسوي لي لايكس على الفيسبوك ويسوي لي اشياء حلوه كثير. اي فاني فخوره بيه جدا، انا احبه. اي لاف يو شين. اي فيعني كثير حلو. حلو هذا الموضوع. طيب شنو هواياتك غير الموضوع الجمال والموضه وهاي الهوايات الانسان؟ انت ذكرتي عن هوايتي الاساسيه انه اني اكون انت بالبيت وعارفين تطبخين، الدراسات اللي تتابعيها شنو هي؟ اوكي انا هوايتي احب اكتب الصراحه، كتابه احب اكتب يعني احب اكتب على يومي لان اليوم مهم، لازم تشوفين شنو الاغلاط اللي صار بي، شنو النرفزك، شنو تقدرين تعيدينه على نفسك، وهمين لازم تكتبين شنو تحب، شنو شفتي حلو بالحياه، لان مهما اكو اشياء مره بس لازم تحمدين الله وتشكرينه على انه عند راح تعيشين البكره على مود تجددين وتحسنين بنفسك. احيانا ممكن اني بالبوزيشن مالتي اسهل اقولها من غيري، بس الكتابه انه كلش احبها وانصح اي واحد اي شاب اي شابه تكتب يعني تكتب المذكرات اليوميه، تعتبريها ضروريه جدا طبعا انه تخلينا تحط لنا النقاط على الحروف حتى نفهم كيف نمشي بحياتنا بطريقه صحيحه. وكلش مهمه يعني على مود تذكرك شنو صار وشلون تغيرتي حياتك لشلون يعني فشي كلش مهم اتصور. اذا انت من هوايتك هي الكتابه، شيء اخر تحبين انه انت مثلا تكوني؟ احب التمثيل طبعا. تمثيل طبعا مذكور انه انت ممثله. احب التمثيل، بس انا لما درست احنا كعراقيين وكانجليزيين عندنا لا ما درست التمثيل، درست سياسه. احنا كعراقيين كانجليز عندنا برستيج مثل ما تقولين، وبالعكس هاي البرستيج انا فخوره فيها. لازم تخلص دراستك، الحياه هي كبيره بس لازم تدرس تخلص دراسه، اي دراسه حتى لو تظن انه ما حتلقى شغل، بس المهم انه اي دراسه واي شيء تحب. بالعكس مو لان امك تيدك تصير دكتور لا، انت شنو تحب تصير بالحياه ادرسها. اوكي هاي همين نصيحه ثانيه احب اوجهها للشباب. فبعد ما تخلص دراستك
الحياة اللي تريد تسويها يعني أنت تختارها، لأن إذا تفشل لو هاي عندك فد شيء، عندك دراستك ترجع وراها، وهاي فد شيء مهمة. فأنا خلصت ويعني هسه بديت حياتي كممثلة، والحمد لله يعني دا أمثل فيلم انجليزي. عندك البوز كثير شبه انجليانا جولي. شكرا. والله انجلينا جولي. انجليانا جولي صحيح، هم هواي يقولوا لي اشبهها، بس هم تكملين بموهبة توصلين لهالمراحل. شكرا. هم انا احب يعني هم خلينا ندعي لها، لان she's very liable for cancer. ويعني بس يعني نفسي صحيح وهي كبرت صارت امراه مثاليه، فنفسي انه اشبه الكاريزما والكاركترستيك مالتها ونجاحها والانجازات الخيريه، استغلالها لجمالها ولنجوميتها باعمال الخير وتقديم مساعدات ماليه كبيره. وهم انا احب اقول اليوم اوثن اللي ما عندهم ابو ام، الايتام اليوم الايتام، فبليز يعني هابي اي تايم داي، فاذا تشوفوا اي واحد على الشارع لو اي واحد يعني انه نحاول نقدم مجهود انساني للايتام اكثر. بالعراق نسبهم عاليه جدا، لان اليوم الايتام انترناشونال في العالم، فبليز تذكروهم. ويعني صعب انه تتبنى كل، لان كل واحد عنده بس رغم انه احنا عندنا لو كل واحد من عندنا يرعى يتيم كان ما بقوا ايتام على سطح الارض. انا بصراحه جدا سعيده بيك، واليوم برنامجنا نور بوجود ملكه حقيقيه. شكرا. الملكة هي ليست جمال وسطوة ونفوذ، وإنما الملكة أخلاق ومبادئ وسلام وعلم. لهذا السبب إحنا فخورين بيش، فخورين بعائلتك، ونتمنى أنه تكونين وتكملين هاي المسيرة، ويكون حصة العراق كبيرة من المجهود الإنساني اللي تقدميه. شكرا كثير. بقى أسمع منك أي كلام تحبين أنه تتكلمي للشعب العراقي، لأنه البرنامج جماهيريته عالية بالعراق جدا. طبعا. فأنت هسه أنت قلتي لي إحنا ببريطانيا كنا بس بالعراق الآن كل العراقيين يتعرفوا عليك. شكرا. وأكيد كلهم راح يدعمون. هذا أول برنامج عراقي أطلع عليه. فأني فخورة إنه يكون برنامج يعني مثيل مثلك. شكرا شكرا شكرا. تفضلي تقولين أي كلمة للجمهور العراقي. يعني نفسي إنه أقول للجمهور العراقي إنه أنا أحبكم هواية، وبليز تابعوني على الفيسبوك والإنستغرام والتويتر، وإذا تحتاجون أي سؤال عندكم اسألوني، أنا ححاول أجاوبكم. وبليز خلينا نصير دولة مرة ثانية، وناخذ بالنا من نفسنا، ويعني ونصير one unity، شعب واحد موحد. نعم. على الأقل لغاية ما نوصل لغاية ما هاي، وبعدين كل واحد عنده الحرية. إنه إحنا بالعراق طول عمرنا عندنا الحرية إنه للديانة وللسياسة، يعني بليز عبروا عن نفسكم بطريقة سلمية. صحيح. وكلنا نقدر نساعد بعض، وصحيح هي الأمور مو أحسن الأمور، بس إن شاء الله راح نصير جاي أفضل إن شاء الله. شكرا جزيلا سارة، مس انترناشونال بيوتي 2014-2015. إحنا سعداء جدا بوجودك معنا. يسعد صباحك. شكرا. الآن مشاهدينا الكرام كونوا إياكم وفاصل آخر من أبراج الصباح، وبعدها متواصلين.